بدون الالعاب فرضا ما بحطوا 4-5 العاب كل لعبه فيها 10 دراهم، مع انه عندي 3 اولاد اذا بدي العب كل واحد حطيت 150 درهم ما معقوله لعبهم، لعبوا مره واحده بدهم يزعلوا 10 دقائق تخلص اللعبه وخلاص. ايه ما تكون مثل غير حدائق 3 دراهم على اللعبه 4 دراهم معقوله، بيلعبوا كله وبينبسطوا، دولة بتستفيدوا نحن بنبسط اولادنا. هو دلوقتي احنا هنا الالعاب بتيجي في الحديقه بتبقى سعر اللعبه 10 درهم، فالاطفال حتى يعني الواحده لو معاها اكتر من طفل ما تقدرش تلعبهم في الالعاب كلها، ولو حتى طفل واحد عايز يلعب اكتر من لعبه مش عايز يلعب لعبه واحده بيبقى مده محدوده، مثلا مش يلعب زي ما بده لا يلعب شويه صغيرين ساعه مثلا ويطلع، فدي برضو تبقى مشكله ان الاسعار غاليه، فيعني تبقى ارخص شويه ممكن 5 درهم مثلا للعبه او 3 درهم للعبه بيبقى احسن يعني وافضل.